جمال الدين الإمام يوزع فرصة الهدف الأول، الهدف الأول عن طريق المدافع، عن طريق المدافع الهدف الرخيصة. ثغرات اللي قلت تفتح الفقيه، الفقيه في اتجاه بالأحسن حبي حاضر والتعادل الفقيه من جديد والجهة اليسرى وبايا يصوب والهدف، الهدف الثاني زبير بايا، الهدف الثاني في 11 دقيقة لعب من الشوط الثاني، 11 دقيقة لعب 2-0 لتونس أمام السنغال بالرخيصة، بالرخيصة يتعدى 25 دقيقة توصلنا لنهاية المباراة 2-0 لفريق تونس يحافظ على كورته بالرخيصة ويدور بين ثلاثة أربعة وهجوم آخر المنتخب الوطني التونسي عادل السلم لزبير بايا، زبير بايا حاول يتعدى، حاول يتعدى وحده وله الحق ويأخذ الكرة زبير بايا ويعدي وعبد القادر بالحسن والهدف الثاني، زبير بايا ممتازة جدا، ممتازة جدا من زبير بايا ولا شيء غير المحافظة والتأكيد، التأكيد بأهداف أخرى لما لا، زبير بايا يستحق الشكر والشكر من الأعماق بعد الكرة الثالثة والثالثة الإمام يوزع وتحضير وتصويبة ممتازة، تصويبة ممتازة من عادل السليمي، تصويبة ممتازة من عادل السليمي أمامكم، شوفوا تحضير الكرة، تحضير الكرة بالفخذ الرجل يعني ممتازة جدا من سامي الدواتي في التحضير طويلة لجمال الدين الإمام، الإمام يحافظ على كورته يراوغ، يراوغ الإمام ويخرج الكرة أمام رخيصة، ممتازة جدا عملية المراوغة الأولى والمراوغة الثانية والتصويبة في الرجل اليسرى متاع برخيصة، شوفوا الإعادة، مراوغة أولى وثانية ويحط الكرة كما يجب وبرخيصة جيفس الرجل اليسرى ويخطفها على الطائر قبل أن تلمس العشب، هائلة جدا ممتازة جدا المراوغة الأولانية وهزان الرأس شاهد أنه ما ثماش مساندة معاه يحاول يتوغل أكثر ويخرج الكرة كما يجب ويكون